الحدود الشمالية. صالح بن حاشم رويلي دكتور. حياك الله. إن شاء الله. بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في البداية أحب أشكر سعادة الدكتور أسعد الريس، لأنني قابلته يمكن قبل 4 أو 5 سنوات في تخصصي، واجتماع حقيقة أثمر عن كثير من النشاطات في منطقة الحدود الشمالية، وما شاء الله ما زال يعني نشيط وما زال متحمس وما زال يحاول يحل كثير من المشاكل. الحمد لله ما شفت، الحمد لله ما حضرت معنا الاجتماع الماضي، كنت شفت شيء ثاني. فأحب أشكر حقيقة باسم جميع المسؤولين في منطقة الحدود الشمالية، كما أشكر سعادة الدكتور هيازة على وهو ممثل رؤساء الهيئات الطبية في المملكة، في وهو طبعا أوجز كثير من المشاكل اللي نواجهها، لكن المشكله اللي كنا احنا دائما نسعى لها وهي تقريبا حتحل كثير من المشاكل، تقريبا 70%، وهي العيادات المشتركه وتبادل الزيارات والطبيب الزائر في منطقه الحدود الشماليه وباقي المناطق. فهذه الحقيقه مثل ما قال الدكتور هيازه، يعني عندنا مختبرات وعندنا اقسام اشعه وعندنا عيادات وعندنا غرف عمليات وعندنا طاقم متكامل. يعني احنا يمكن عندنا في مرضى الحدود الشمالية اللي في تخصصي يمكن أكثر من 2000 مريض. فهذا طبعا المريض يعاني وأنتم تعانون وضغط عليكم كبير، لكن لو فعلنا أطباء زائرين في منطقة الحدود الشمالية واستغلوا كل هذه الإمكانيات الموجودة في المنطقة، لا يسر على الجميع، يسر على المريض ويسر على الأطباء ويسر على العاملين في المنطقة. فهذه حقيقة احنا نسعى لها، لكن قد يكون هناك في مشكلة في القوى العاملة عند الزملاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، هل عندهم إمكانية أنهم يبدأون في تفعيلها بشكل كبير وتحل لنا كثير من المشاكل؟ لأنه حتى الزيارات المشتركة يقوم الطبيب مثلا في 2000 مريض، بدل ما يجون هناك يمكن يجيهم هنا ويشوفهم ويشوف الحالات النيو الجديدة، الحالات الجديدة. فالحالات الجديدة برضو تقيم، يعني إذا مثلا المريض عندنا في العناية المركزة ولا في الجناح ولا في العيادة، الطبيب الزائر يقيم الحالة هذه، إذا كان المريض يستفيد منها فيعطى موعد في التخصصي، أما إذا كان المريض ما يستفيد من ذهابه للتخصصي يكمل علاجه في المستشفى. هذه طبعا تسهل علينا، لأنه احنا طبعا نواجه مشكلة في إقناع المرضى بأنه ليس له يعني علاج في التخصص ولا في مستشفى ثاني، فكون الطبيب يحضر ويشاركنا العيادات ويشاركنا في غرف العمليات ويشاركنا في الامكانيات الموجوده، فهذا راح يسهل كثير وحيحل كثير من المشاكل. فهذه ان شاء الله يعني لو بدينا نسعى فيها فتحل كثير مشاكل، انا اقدرها الى 75% من مشاكل التحويل، كما ذكر الدكتور هياز وكما ذكر جميع الزملاء. وانا ما احب اطيل عليكم، لكن نطمح ان شاء الله يكون لقاء عن قرب ان شاء الله، ونكون كل المشاكل موضوعه على الطاوله ونتناقشها عن قرب وعن نتبادل الافكار فيها ان شاء الله.